هاد لابارتي غادي نهضروا على لي ميثود اللي يقدروا يستعملوا في لا ريسبسيون دي دوني. الوغ اللي اكزيست 3 ميثود دي جيستيون دي زونتري دو سورتي اللي كيستعملوا من البروسيسور. اول حاجه هي لاتونت اكتيف ولا سكروتاسيون ولا سبويلين بلونغلي، لي زونتري سورتي بيلوتي بار لي انتربسيون، لوتيليزاسيون دون ديسبوزيتيف بيرميتون دي اكسي ديريكت ا لا ميموار دي ام ا. الوغ لا سكروتاسيون او سبويلين، انا نعطيو واحد ليكزامبل. مثلا عندنا ها لو بروسيسور وعندو لي بين ديالو، عندو بزاف د لي بين بطبيعة الحال، غنرسمو غير شي بشوية. هنا ميكرو بروسيسور، الوغ البروسيسور كيتسنى شي دوني غدي يهفات لو بين هذا ديالو، كيبقى يتسناها. الوغ هاد الميثود هادي شنو كتقولو؟ تتقولو على مثلا على كل مرة غتبقى تفيريفي واش شي دوني داخلة، يعني كل مرة غتبقى تفيريفي. مثلا بحال كاينة شي بوكل واي، بوكل واي كتقولك ديك لو بين سميتو باغ اكزومبل 3 ولا ما عرفت شحال، واي لو بين ديفيرون مثلا 0، يعني الا كان ايتيكال 0 يعني راه كاين اون انفورماسيون. الوغ لو بروبليم ديال هاد لا ميثود هو انها كتوقف ليكزيكسيون ديال البروغرام حتى كتجي لا دوني، الوغ كتبقى توقف لنا لي بروغرام. لا سوليسيون هي الانتيريبسيون. الوغ الانتيريبسيون ميثود كتحل لنا البروبليم ديال لاطونت اكتيف. هاد الميثود كتقول منين يبغي شي كومبوزون يهضر مع البروسيسور تيصيفط اون انتيريبسيون، ديك الساعات البروسيسور فا تريتي سا دوموند. دونك البروسيسور ما تيبقاش تي فيريفي طول الوقت لا ريسبسيون ديال شي دوني واش جاي ولا لا، تيبقى خدام حتى كتجي ليه شي انتيريبسيون كتعلمو ان شي دوني داخله، ديك الساعات عاد كي تريتيها. الوغ il existe deux types ديال les interruptions، les interruptions masquables ou là sont des interruptions qu'on peut ignorer. Par exemple le processeur خدام شي بروغرام ou là خدام شي حوايج اللي très importante mais il existe interrompant. Alors مثلا تجي انت شي une USB وهو ينترامب الخدمه ديالو باش يتريتي لي روكيت ديال USB ما جاياش. الوغ اي حاجه يمكن له ignorerها les interruptions que l'on ignore le processeur qui sont des interruptions masquables. Alors le cas contraire, qu'il y a des interruptions non masquables qui sont des choses très urgentes mais même qu'ils ignorent. Par exemple, tu plantes avec ou quand tu erreur de mémoire centrale ou tu plantes avec le PC. Alors c'est une interruption subjective à les gérer. Ou là une boucle infinie qui se charge maintenant. هنا نهضروا على لو جيستيونير دي زانتيريبسيون، هو واحد الكومبوزون سميتو لو بيك كونترولور بروغرامابل دانتيريبسيون، وعندو كوم رول اي ايتابلي لي بريوريتي اونتر لي ديفيرونت سورس. بحال مثلا البريوريتي اللي جايه من يو اس بي ماشي هي البريوريتي اللي جايه من الاكران باغ اكزومبل. و دوزيام رول ديالو هي ديشارجي لو سي بي يو دو لا ديتيرميناسيون دو لا سورس دون انتيريبسيون. علاش؟ حيت دابا شحال هادي كان البروسيسور هو اللي كيتريتي لي زانتيريبسيون، دابا لا كاين هاد لو بيك هذا كيجيري لانتيريبسيون وكيعطيها الواجده لاخر البروسيسور. الوغ غنشوفو الفونكسيونمون ديال هادشي كيفاش كيدير وقع. النوسيون اللي خصكم تعرفو هو لو فيكتور دي زانتيريبسيون. شنو هو الفيكتور دي زانتيريبسيون؟ هي واحد لا طابل كاينه في لا ميموار سونترال، وهاد لا طابل فيها دي نيميرو. Alors, il y a des numéros d'interruption. Il y a numéro 0, numéro 1, numéro 2. Il y a les numéros des interruptions. Maintenant, par exemple, la souris est rentrée. La souris a un numéro d'interruption. Il y a un numéro d'interruption. Par exemple, numéro 1. Clavier de rentrée, c'est-à-dire que maintenant, tu as une interruption 2. Alors, les numéros sont deux maintenant. Alors, il y a la mémoire qui est dans la partie qui confie des sous-programmes. Des sous-programmes. Qui connaît des sous-programmes, les qui traitent ou être les numéros. Maintenant, notre le sous-programme 0 traite le numéro d'interruption 0. Le sous-programme 1 traite le numéro d'interruption 1. Oui, radio. Alors, on a d'abord le vecteur d'interruption ou qui stocke les numéros d'interruption. Les numéros d'interruption font référence au sous-programme qui est une place de mémoire centrale. هاد لانيماسيون غادي تشرح مزيان لي زيتاب لي تيدوز منهم تدوز منهم اون انتيريبسيون بور اتر اكزيكوتي. الوغ اول حاجة خصنا نشوفو هنا ميكرو بروسيسور عندو دو بين باش تي انتراجي مع لو بيك. لو بيك هو لو جيستيونير دي زانتيريبسيون. لو بيك عندو دي زونتري هنايا، هادو سميتهم لي لين دانتيريبسيون.
سميتهم IRQ. الوغ كاينين بزاف ديال كاين بزاف ديال لي لين كل وحده عندها لا بريوريتي ديالها. الوغ لا بريوريتي الكبيره كتكون لهاد الاي ار كيو 0. مثلا كنت عندي شي حاجه تري زيرجونط غيعرف البي سي غادي يصيفطها في لا لين الاولى لان عندها بريوريتي كبيره. ولا جات شي لين وداخرة تدير اون روكيت لو بيك غادي يسبق هادي هي الاولانيه. من بعد منين كتدخل الانتريبسيون ديالنا هنايا فهاد لين دانتريبسيون الوغ تيستجب لها البيك والبيك كيعلم لو ميكرو بروسيسور كيعلمو اترافيغ هاد لو بين هذا. من بعد الميكرو بروسيسور منين تيكون مسالي يعني ما عندوش شي طاش بلي بريوريتير يعني ما كيقدش ينيوغي لانتيريبسيون ديك الساعات كيجاوب لو بيك تيقول له ساي زعما صيفط غادي نقبل ما عندك لانتيريبسيون الوغ دابا صيفط ليا لو نيميرو دانتيريبسيون. منين كيتقبل البيك لا ريبونس ديال الميكرو بروسيسور الوغ ديك الساعات كيصيفط لو بيك لو نيميرو دانتيريبسيون اللي جاه من لا لين دانتيريبسيون كيصيفطو الميكرو بروسيسور. Le microprocesseur, je nous dis, il reçoit le numéro d'interruption qui sauvegarde des chiffres qui sont faits pour que je ne me dérange pas, pour que ou dès que ça, il me la mémoire centrale, pour que je me dérange le sous-programme qui correspond au numéro d'interruption qui est dans le PIC ou qui est dans l'appareil. Et d'ailleurs, qui sera avec les pins en détail, les pins qui sont dans le cabinet. وقفوا الفيديو باش تشوفوهم. اور لي كيسيون د لي زيكزام وكيبقاو يتعاودوا هاد لي كيسيون تقريبا ديما شرح لينا لا تكنيك شنو هي عطينا لي زافونتاج ديالها وشرح لينا لي برينسيپ دو فونكسيونمون ديال هاد لا ميثود هادي. اور لي ريبونس وقفوا الفيديو باش تشوفوهم. تكنيك دي ام ا. دي ام ا هي تكنيك اللي الهدف ديالها هو ترانسفيري دي دوني دو تاي غروند. شحال هادي كان البروسيسور هو اللي تيتكلف بهاد لاطاش يعني ترانسفير دي دوني للميموار سنترال تلقى ماشي بيريفيريك للميموار سنترال. الوغ دابا باش نخليو البروسيسور يتانتيريس هاد لي كالكول تنستعملو هاد لا تكنيك ديال دي ام ا اللي كيتكلف بها le DMAC يعني le contrôleur DMAC اللي كيتكلف بلو ترانسفير دي دوني ماشي بيريفيريك لا ميموار سنترال و البروسيسور ما كيتكلفش مابقاش كيتكلف بهاد القضية هادي ولا تيتكلف بلي كالكول ديالو. دابا غادي نشوفو الفونكسيونمون ديال كونترولور DMA. هنايا عندنا سيركوي دانتيرفاس لي باغ اكزومبل تعتبر ان بيريفيريك فيه دي دوني بحال USB. ناخدو ليكزومبل ديال USB. DMAC هو اللي كيتكلف بالترانسفير دي دوني من هاد لو بيريفيريك لا ميموار سنترال وعندو 3 ريجستر امبورطون عندو لو كونتور عندو لادريس عندو الدوني. لو كونتور الكونتوني ديال هاد لو ريجستر هذا هو لو نومبر ديال لي زوكتيل اللي غادي ترانسفيرا من بين البيريفيريك الميموار سنترال. هنا لادريس لادريس فين غادي يبدا لو ترانسفير يعني يحط لوكتي هنايا غادي تانكريمونط لادريس وتبدا تحط هنا وعاوتاني تحط هنا وهي غاديه. لا دوني خلاص كتكون فيها لوكتي اللي غادي ترانسفيري تترانسفيري اوكتي بار اوكتي. غادي نشوفو لي زيتاب دي ديفينيسيون. الوغ قبل ما يبدا الدي ام ا سي الخدمه ديالو خص الدرايفر ديال اليو اس بي. الدرايفر ديال اليو اس بي مثلا اليو اس بي غادي ترانسفيري اون ايماج فيها 16 اوكتي الميموار سنترال. الوغ الدرايفر ديال اليو اس بي كيقول للدي ام ا سي تيقول له الكونتور انيشاليزيه ب 16 هنا صيفط انا 16 اوكتي و تيقول له لادريس فين غادي تبدا تحط في لا ميموار سنترال. الوغ دابا يبدا دي ام ا سي ترانسفير غادي نصيفطو لو بروميي اوكتي غادي تزود لهنايا الريجستر دو دوني ديال دي ام ا سي وغادي تحط في لا ميموار سنترال. من بعد ما جوج حوايج غادي يوقعو الكونتور غادي ديكريمونطا بواحد لان دوزنا ان اوكتي دابا بقى لنا 15 لي زوكتي اللي غادي نترانسفيريهم. من بعد لادريس غادي تانكريمونطا بواحد يعني حطيتي انت هنايا لوكتي ديالك كيخصك تانكريمونتي لادريس بواحد باش تولي تبوينتي على لاكاس سويفونت وتحط لوكتي ديالك الثاني. الوغ هادي هما لي زيتاب.
وداكشي اللي شرحته او دم غيدي يجي هنايا ديرو بوز باش تقراوه. هادي سيدي النيماج كاينه في الكور كتوريك لي زيتاب ديال تكنيك دي ام ا بحال داكشي اللي شفنا، مي داكشي اللي شفنا بلو كلير على هادشي. دي ام ا ميثود كتيتيليزي لو بيس دو دوني، كيما قلنا البيس دو دوني هما هو البيس اللي كيترانسفيري كيترانسفيراو فيه لي دوني. الوغ دي ام ا سي باش تغياليزي لو ترانسفير دو دوني كتستعمل لو بيس دو دوني، حاجه عاديه. البروبليم هو ان حتى البروسيسور بعض المرات تي يوتيليزي لو بيس دو دوني، دونك كاينه واحد الكونكورونس على لو بيس دو دوني، واش نعطيوها للدي ام ان سي ولا نعطيوها للبروسيسور. الوغ كاينين 3 ميثود يمكن لهم يتستعملوا. الوغ لا ميثود غافال كتقول لك لو كونترولور دي ام ان سي كونسيرف لو بيس دو دوني جوسكا لا فان دو ترانسفير، يعني الا كان دي ام ان سي هو اللي كي ترانسفيري لي دوني يعني تيوقف البروسيسور تيقول له تنسالي انا وعاد ديك الساعه نعطيك الدور ديالك. فول دو سيكل دي ام سي والبروسيسور سي باساج لو بيس الترناتيفمون، يعني تيقول لهم اوكتي اوكتي انت صيفط انا صيفط انت صيفط انا صيفط، يعني تي بارطاجيو بيناتهم لو بيس. ترانسبارون يعني البروسيسور كي كونسيرفي لو بيس دو دوني جوسكا سي كيل فيني، يعني هادي ساهل باش تعقل عليهم. هنا دي ام سي كي كونسيرفي، هنايا دي ام سي بروسيسور تي الترنيو عليه، وهنايا البروسيسور تي كونسيرفي حتى تيسهل الترانسفير. لي كيسيون لي زيكزام ديرو بوز باش تقراو لي كيسيون، كيما قلت لي كيسيون كيتعاودو. شرح ليا لا تكنيك دي ام سي، قول ليا لي زيتاب ولا البرينسيپ الفونكسيونمون ديال هاد دي ام سي، وعطيني لي زافونتاج الا كانوا شي حاجه. البايبلاين البايبلاين هي ان تكنيك تيستعملها البروسيسور بور اميليوري سا فيتيس ديكزيكسيون لي انستركسيون. في لو كاس سون بايبلاين البروسيسور تي يوتيليزي السيكل ديكزيكسيون ديالو كيما العادة، مي حتى تتسالي اون انستركسيون، يعني هادي هي الانستركسيون الاولى، حتى تتسالي عاد كيدوز الانستركسيون الثانية. الوغ في هنايا عندنا 9 لي زينيتي لو طون. افيك البايبلاين شنو تيوقع؟ كيكون عندنا دي ان اكزيكيسيون باراليل ديال لي انستركسيون. ليدي ديال البايبلاين شنو هي؟ هي اون انستركسيون منين كتسالي شي بلوك، مثلا هاد لو بلوك ديال ريشيرشي، تدوزها للانستركسيون الثانيه، يعني الانستركسيون الثانيه كتستعملها مباشره ابخي الانستركسيون الاولى كتسالي بها، وديك الساعه عيدي ديكودي مي كتسالي منها عاوتاني كدوز ليها عاوتاني وحده كتدوز البلوك الاخر. وهكا غادي نكونو درنا هنا 5 ديال لي زينيتي لو طون، يعني ايكونوميزينا الوقت. الوغ سي كوا هضرنا عليها، لافونتاج ديال البايبلاين ميور يوتيليزاسيون دي ديفيرونت زينيتي، يعني ديك لي بلوك لي تيتكلفو بغيشيرشي و ديكور ديكزيكوتي، غاني اون بيرفورمانس ان اكزيكوتون لي انستركسيون باراليلمون. L'inconvénient du pipeline, plus d'énergie ou des problèmes de dépendance radin chauffement menbet. Il y a trois problèmes qui offrent la technique pipeline. Le problème lequel la dépendance structurelle. Faites l'exemple, on a une pipeline qui a besoin de les étages. Problème lequel? Ou au minimum, brette l'instruction 1 ou 4 utilisée ou le même bloc. الوغ هنايا وقع ان بروبليم، لان ما عرفناش ان وحده غادي تستعمل البلوك وما عرفناش كي غادي يخرج لو ريزولطا. بطبيعه الحال غادي يخرج لو ريزولطا ديزيري. في لوكا ديال هاد الديبوندونس ستركتورال لي سوليسيون اللي تيتقترحوا هما سوا هاد الانستركسيون 4 تسنى الانستركسيون الاولى على ما تيوتيليزي داك البلوك، ولان هادي سي بو افيكاس حيت كتعطل ليكزيكيسيون، ولا ديبليكي لا ريسورس ماتيريال، يعني هاد البلوك هذا تديبليكي دو فوا، يعني يكون عندك جوج منه، وحده غادي تستعمل هاد الانستركسيون هادي والاخر غادي تستعمل الانستركسيون الاخر. بروبليم 2 ديال البايبلاين سميتو ديبوندونس دو دوني. باغ اكزومبل عندنا دو انستركسيون سكسيسيف وغادي تيكزيكيتا اون باراليل وحده تحت وحده سولون البرينسيپ ديال البايبلاين. البروبليم هو الانستركسيون الاولى
غادي دير لاديسيون ديال R2 مع R3 وغادي تحطها في R1. الانستركسيون الثانية غادي دير لا سوستراكسيون ديال R1 مع R3 وغادي تحطها في R4. البروبليم هو لما وجدتش R1 في الانستركسيون add alors le résultat ديال الانستركسيون اللي موراها ما غاديش يكون ديزيري، يعني غادي تكون R1 مازال محافظة على لا فالور القديمة اللي فيها وماشي لا فالور جديدة. هذا سي ان بروبليم. لي سوليسيون اللي كيت بروبوزا هما تاريتي لو كالكول ديال R4 بحال تعطل الانستركسيون الثانية على ما الريزلتا اللي في R1 يوجد، ولا تشانجي لوردر ديال ليكزيكيسيون دي انستركسيون. باغ اكزومبل تكون عندك اد هنايا وتسبق شي انستركسيون ما كتفيدش، ما كديرش اوبيراسيون ولا شي حاجه، وعندك تعس دير هنا سوستراكسيون، يعني تكحس ديك سوستراكسيون شي شويه باش تكون متاكد ان الريزلتا ديال الريجستر R1 يكون واجد. البروبليم الثالث هو لا ديبوندونس دو كونترول. Considérez que la partie du code s'exécute avec le pipeline. Il y a les trois instructions qui s'exécutent en parallèle. Le problème est de vérifier la condition et d'exécuter les instructions qui sont faites. Mais le pipeline ne sait pas de vérifier la condition ou la ligne qui est prête à exécuter. Dans le cas de vérifier la condition, غادي نقدو نوقع في شي مشكل، لان البايبلاين غتكون جالسه كتيكزيكوتي فهاد لي انستركسيون الداخلانيين وحنا ما محتاجينهمش، يعني تقد تبدل لنا شي ريجيست وحنا ما محتاجينش كاع يتيكزيكوتيو هادشي ونصدقو في دي ريزلتا نون سويتابل. الوغ لا سوليسيون هي لا سوليسيون الاولى كونسيست زعما تيكزيكوتي الانستركسيون اف في ليكزامبل ديالنا دو فوا، يعني اون فوا كتعتبر ان لا كونديسيون اي نون فيريفي، لا دوزيام فوا كتعتبر ان لا كونديسيون اي فيريفي. كل وحده في اركيتيكتور وتشوف لي صلحت وديك الساعه الوحده اللي صلحت غتكمل في لو شومان ديالها. السوليسيون الثانيه اتوندر لانستركسيون زعما لا كونديسيون كيل كونكلي الريزلتا ديالها. غدير غدير اف اني من بعد منها ما غادي تانسيري دي انستركسيون، مثلا هنا اف غادي تانسيري دي انستركسيون ما كيديرو والو، يعني خاويين، باش ديك الساعات تتخلي الوقت للبايبلاين ملي تيكزيكوتي هاد الانستركسيون الاولى ديسيدي واش من بعد تكمل في قلب في لي انستركسيون ديال اف ولا تبرونشي على الاكستيريور ديال اف. كيسيون د ليكزام، بريزونتي البرانسيب دو بايبلاين دون لو تريتمون دي انستركسيون. Si déjà qu'un chineur, donnez un exemple déjà qu'un slide cool. Qu'il y a des méthodes pour qu'on puisse accélérer le traitement des instructions avec le pipeline. Qu'il y a l'architecture superscalaire qui est une amélioration du matériel où il y a qu'on duplique les unités de traitement. Il y a deux instructions d'abord en même temps et exécutées simultanément. D'abord, la deuxième méthode VLIW, Very Large Instruction Word, c'est une méthode qui est réalisée par le logiciel ou par le compilateur. Cette méthode change l'ordonnancement des instructions pour éviter tout problème de dépendance, les choses qui sont dans le pipeline, donc les trois problèmes. Par exemple, ici, printf, chihaza, add, sub. Ici, on a dit qu'il y a une dépendance de données, yani le registre R1 sont يوجد قبل ما يوتيليزي الانستركسيون سوستراكسيون. الوغ الكومبيلاتور شنو غادي يدير؟ غادي يبدل لوردونونسمون، غادي يدير اد هي الاولى، غادي يدير برينت اف هي الثانيه، وديك الساعات سوستراكسيون. هكا غادي نكونو ضمننا بان لا دوني ولا الريزلتا في R1 راه واجد باش يتيليزا في الانستركسيون سوستراكسيون. هذا سي ان اكزومبل، مي كاين شي حوايج داخلين تدير هاد لا ميثود فيري لارج سوستراكسيون. Question des exemples. Quelle est la différence entre la technique superscalaire et la technique Oakful Video Bestra? La réponse. Les mémoires cache. Les mémoires cache sont des mémoires kainin à l'intérieur du processeur. Le rôle de l'homme est stocker les instructions
اللي تيجيوهم البروسيسور من الميموار سنترال ولا لي دوني اللي تيبغيهم البروسيسور من الميموار سنترال الوغ تيجيبهم قدامه تحطهم في الميموار كاش لان الميموار كاش قريبه ليه بزاف و الي تري رابيد يعني لا ريبونس للدوموند ديالو كتكون رابيد. كاينين دو برانسيب كيتبازو عليهم لي ميموار كاش. برانسيب دو لوكاليتي سباسيال سا في دير البروسيسور ملي تيبغي مثلا يجيب شي انستركسيون كيجيب البلوك دانستركسيون كامل يعني هاد لي انستركسيون كامل اللي علاش لانه فو بروبابل باش البروسيسور ملي يجي اكزيكوتي هاد الانستركسيون هادي اكزيكوتي اللي من بعد منها ومن بعد منها من بعد منها الوغ تيجيب ان بلوك دانستركسيون ملي تيكون جاي داك البلوك دانستركسيون تيت اونجستخا في لا ميموار كاش. البرانسيب الثاني هو البرانسيب ديال لوكاليتي تمبوريل الوغ كيقول شنو كيقول هاد البرانسيب تيقول ملي تتكون شي انستركسيون كي فا اتر اتيليزي فريكامون الوغ الميموار كاش كتحتفظ عليها ما كتخلي حتى حاجه تكرازيها والبروسيسور ديك الساعات ما تلقاها ديما قدامه وما تحتاجش يمشي عاوتاني يجيبها لا ميموار سنترال كل ما مره غادي يحتاجها. هادو لي دو برانسيب ديال اللي كتبازا عليهم لي ميموار كاش. Comment le processeur récupère ces données? La première chose, c'est de vérifier si la donnée existe dans la mémoire cache. Alors, sinon, il va chercher dans la mémoire centrale ou dès que ça se termine, il la donnée. Enregistra le mémoire cache pour une future utilisation. Ou fait le cas qu'un goulot miss lecture. Comment le processeur t'est modifié une donnée? La première chose, t'es vérifié la donnée qui est dans la mémoire cache. S'il l'a trouvé, alors t'es modifié ou après t'es modifié la mémoire centrale. Fait le cas qu'un goulot hit écriture. Le deuxième cas, le processeur mal cache la donnée dans la mémoire cache. Donc, tu es modifié dans la mémoire centrale ou après, tu es enregistré la donnée dans la mémoire cache. Question des examens, expliquer fonctionnement, principe, localité, spatiale et temporelle. Là, full vidéo, bestra. La dernière chose, les paths de la mémoire cache, c'est les techniques de correspondance. Alors, on a des algorithmes qui s'utilisent pour trouver une donnée qui est dans la mémoire cache. On a une adresse. On a une donnée qui est dans la mémoire cache. On a une adresse qui est dans la mémoire cache. Alors, il y a trois types de mémoire. Mémoire cache directe, mémoire cache complètement associative, mémoire cache non associative. Tout le type de mémoire a sa fonction de correspondance au radin chauffant. Il y a deux structures. La droite qui est la structure de la mémoire centrale. Là, il y a des adresses, des cases mémoire, que l'on a des adresses, nous avons des adresses, il y a des adresses. Il y a la structure de mémoire cache. اللي كنلاحظوا انه كل لين ما فيهاش اون سول كاز ميموار بحال فات لو هذا مي كاينين دي بلوك هما هادو انصومبل دو كاز ميموار في الميموار سنترال تيكونوا هنايا غادي نشوفو اون ديتاي فات لو كاز غادي نتريتيو لا ميموار كاش دو سيب ديريكت لا ستركتور ديالها هي هادي هذه هي لادريس اللي تيصيفطها البروسيسور باش يكتب ولا يقرا اون دوني في لا ميموار كاش. هذه لا ميموار سنترال اللي قسمتها سو فورم دو بلوك. نورمالمون لا ميموار سنترال كتكون من دي كاز ميموار مي بويسك لا ميموار كاش كتستوكي دي بلوك كتاخد دي بلوك من الميموار سنترال وتستوكيهم على هذا الشكل هذا باغ اكزومبل هنايا لا كاز الاولى كاز الثانيه كاس الكهرباء الو هنا تجي وتحط لاكاز الاولى هنا تجي وتحط لاكاز الثانيه هنا كتجي الثالثه وهذه هي الرابعه الو هكا كتاخد بلوك من الميموار سنترال وكتستوكي عندها شي بلاصه
خصنا نعرفو عاوتاني هو ان هاد لادريس هادي اللي تيتسمى البروسيسور باش يقلب على شي دوني كاينه في على شي بلاصه كاينه في الميموار كوش كي كتفرق في لو في لا ميموار دو تيب ديريكت كتفرق لهاد الثلاثه ديال لي بارتي بارتي الاولى الاوفسيت اللي كتسيليكسيوني لا كولون مثلا هاد سيليكسيوني هاد لا كولون هادي الثانيه هاتي بليكزا الوغ و لاندكس كتسيليكسيوني لا لين الاندكس هما النيميرو ديال لي لين الوغ و هنايا الطاغ يعني تتسيليكسيوني ليتيكيت و ديك الساعة تلقاو لا دوني ديالنا هنايا غادي نشوفو دابا واحد ليكزارسيس ديجا تحط في ليكزام 2018-2019 و لي مهم بزاف سوا اون ميموار غادي يمكننا باش نفهمو مزيان البرانسيب دو ميموار كاش دو تيب ديريكت الوغ سوا اون ميموار سنترال دو 64 ووردز افيك اون تاي بلوك 4 ووردز اون ميموار كاش اكسي ديريكت هادي مهمة دو تاي 16 ووردز كيل لو نومبر دو بلوك دون لا ميموار سنترال اي لو نومبر دو ليني دون لو كاش الوغ اون ميموار سنترال قلنا قسمناها لدي بلوك هادي ميموار سنترال la taille ديالها هي 64 words وعندها هي كل بلوك فيه 4 words هذا بلوك B0 بلوك هذا تاع الاول والثاني وهي غاديه alors le nombre de blocs اللي كاينين في الميموار سنترال باينه 64 words مقسومه على 4 وتعطيك alors عندنا une mémoire قال لك le nombre de lignes في الميموار كاش la mémoire كاش على الشكل هذا عندها لي لين هنايا الاندكس عندها دي ليني كل لين في الميموار كاش عندها ان بلوك في لو تيب دو ميموار كاش ديريكت الوغ عندها بلوك 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 لا طاي ديالها هي 16 ووردز يعني الطاي ديال كامله الميموار كاش 16 ووردز وكل لين فيها ان بلوك يعني 4 ووردز شنو غنديرو غنديرو 16 مقسومه على 4 اللي غادي تعطينا 4 ليني يعني 0 0 0 1 1 0 1 1 donner la décomposition de l'adresse physique mémoire cache alors en fait le cas là on a une mémoire de type cache direct qui قسم l'adresse physique les trois parties les huma l'offset on a l'offset هنايا l'index وهنايا l'étiquette الوغ الهدف من هذا السؤال هذا هو تقلب على شحال من بيت نقد لوفسيت غادي يتكودا شحال لاندكس يحتاج من بيت وشحال لي تيكيت غادي تحتاج من بيت هادشي شفناه الوغ هنا خصنا نشرحو شي حوايج لي مهمين باش نحسبو لادريس فيزيك الوغ هنايا عندنا لا ميموار كاش البروسيسور تيصيفط لادريس ديالو ياك ديك لادريس فيزيك اللي تيصيفطها كدوز الميموار كاش هي نفسها اللي كدوز الميموار كاش وهي نفسها اللي كدوز الميموار سنترال الوغ دابا الطول ديال هاد لادريس فيزيك هو اللي نبداو به لان عندنا معلومات على الميموار سنترال ميموار سنترال ان فيها قالوا لنا 64 ووردز الوغ كاين اللي غيسولني الووردز شحال هو الووردز على حسب ماشي ولا بد كيما شتي في لاسامبلور اللي هو 16 بيت يقد يكون 8 بيت مي نورمالمون ان ووردز هو اون لين هو اون لين في الكاز ميموار يعني البروف يقدر يحدد لك واش 8 بيت ولا 16 بيت ولا يعني شحال من اوكتي فيها الوغ حنا ما تيانتريسناش هادشي ما انتريسان شحال فيها من بيت دونك غادي نعتبرو ان وورد هي لين هي كاز دو ميموار اصلا باغ ديفينيسيون دونك ميموار سنترال فيها 64 ووردز يعني فيها 64 لين قلنا بان لادريس فيزيك كتمشي للميموار كاش وكتمشي للميموار سنترال يعني هي نفسها غير هو الميموار كاش كتقسمها لتخوا بارتي يعني لاندكس ليتيكيت والاوفسيت مي الميموار سنترال كديها نيشان وكتسيليكسيوني لين فيها
تمنى تكونوا ما نسيتيوش الاخر ديكودر، البرينسيب ديكودر كيفاش كيدير سيليكسيوني اون كاز ميموار في ميموار سنترال. يعني تيكون عندنا ان ديكودر هنا تدخل له لادريس فيزيك كتسيليكسيوني، هنا عنده دي سورتي. الوغ دابا الميموار سنترال فيها 64 وورد، يعني فيها 64 ليني، هنا 64 ليني. الوغ سلون برينسيب ديال الديكودر لونتري شحال خص يكون فيها من بيت، يعني عندك 64 الديكودر تيقول لك ان السورتي ديالو ات ايغال 2 على بويسونس، يعني السورتي لو نومبر دو سورتي ات ايغال 2 على بويسونس لو نومبر دونتري. سمحوا لي هناك صعيبة تكتب لي سوري. في لو كا ديالنا السورتي هي 64 لو نومبر دو سورتي، يعني شنو هي 64؟ هي 2 على بويسونس 6. يعني هنايا لونطري ديال ميموار سنترال غتكون فيها 6 ديال لي بيت، 6 لي زونطري، يعني هي 6 لي بيت. سي تادير لقينا بعدا واحد المعلومه هو ان هاد لادريس فيزيك، هاد لادريس فيزيك الطول ديالها 6 بيت، يعني الطول ديال هاد لادريس هادي فيزيك هي 6 بيت. مزيان دابا غادي نشوفو دونك هادي 6 بيت. غادي نشوفو دابا كل بارتيه في هذا الميموار فيزيك شحال كيكون فيها من بيت. لوغ لادريس فيزيك ديالنا كت ديكومبوز ل 3 بارتي باش تسيليكسيوني شي دوني في الميموار كاش. دابا نخدمو دابا في الميموار كاش. الوغ قلنا الميموار كاش فيها دي ليني و دي كولون، خصنا نديترمينيو لو نومبر دو بيت لي غادي نحتاجوهم في لوفسيت باش نسيليكسيونيو لي ديفيرون كولون لي عندنا. دابا قلنا ان الميموار كاش كل ليني عندها ان بلوك، لو بلوك على حسب لي نونسي فيه 4 ووردز، يعني شحال لو نومبر دو كولون لي غيكونو في الميموار كاش؟ غيكونو 4. هاد البلوك فيه 4 ووردز، يعني كل ورد غيكون في ان كولون. الوغ هنايا شحال خصنا من بيت باش نسيليكسيونيو 4 ديال لي كولون؟ خصنا 2 بيت. هنايا 0 0، هنا 0 1، هنايا 1 0، هنا 1 1. دونك 2 بيت كافيه باش نسيليكسيونيو 4 ديال لي كولون. مزيان حنا لقينا معلومه، يعني لو نومبر دو بيت اللي كاينين في الاوفسيت. دابا غيبقى لنا الاندكس. الاندكس هو لي ليني، لي لين تي سيليكسيوني لي لين في الميموار كاش. لي لين حسبناهم ديجا في واحد السؤال ولقينا بان كاين 4 ديال لي لين في الميموار كاش. يعني شحال خصنا من بيت باش نسيليكسيونيو 4 ديال لي ليني؟ 1 2 3 4، دونك عندنا 2 بيت هما 0 0 0 1 1 0 1 1. الوغ شنو بقى لنا؟ بقات لنا ليتيكيت. ليتيكيت ما عندنا حتى معلومه منين نقدو نجيبوها. ان الطول ديال لادريس فيزيك اللي حسبناه في السلايد اللي قبل 6 ديال لي بيت، عندنا 2 بيت هنا 2 بيت هنا. الوغ نديرو 6 بيت ناقص 2 ناقص 2، دونك كتبقى هنا 2 بيت. وهذا هو الجواب على داك السؤال ديال دوني لا ديكومبوزيسيون ديال لادريس فيزيك ما ماركاش. هي هادي 2 بيت 2 بيت 2 بيت 6 بيت. هنايا كوريجي ديطاي الا بغيتيو تقراوها، وقفوا الفيديو. هذا واحد بوتي لاصق. الوغ لا طاي دو ميموار سنترال شنو قد نستنتجو منها في السلايد اللي قبل؟ كنا شفنا بان طاي دو ميموار سنترال جبنا منها لا طاي ديال لادريس فيزيك، يعني الطول ديالها كامل. الوغ هاد الطول هادي مقسم للطاق، يعني ليتيكيت مقسم لاندكس مقسم الاوفسيت، اوفسيت اندكس. الوغ كي درنا جبدنا الاوفسيت، كي ديما نبقاو نجبدو الاوفسيت كنتبازاو على لا طاي ديال لو بلوك. الطاي ديال ميموار كاش يعني الطول ديالها لو نومبر ديال لين زعما، عفوا، تنستنتجو منها لا طاي ديال الاندكس. هاد ليكزيرسيس من ليكزام 2018-2019 تيجمع جميع لي كيسيون لي يقدروا تحطوا على ديكومبوزيسيون ادريس فيزيك اي ميموار كاش. الوغ سوا تيعطيك لا طاي ديال ميموار سنترال، تيعطيك لا طاي ديال البلوك، تيعطيك لا طاي ديال الكاش، و تيقولك جبد لي تيكيت.
soit il attaque l'étiquette, qui attaque la title block, qui attaque la title mémoire centrale, ou tu sais pas le la taille de mémoire cache. Ou tu prends il a bloqué une binaire, ou tu prends par exemple on a une décomposition le cache direct, on a l'index, on a l'offset, ou on a tag. يعني تيعطيك كينقص لك ديما في شي كيسيون تينقص لك معلومه يعني هنا سوا تينقص لك هادي وتعطيك هادي تعطيك هادي وتعطيك لا طاي ديال ميموار فيزيك وانت تيخصك تجيب هادي ولا تينقص تعطيك هادي وتعطيك تعطيك هادي تعطيك هادي وتنقص لك هادي ولا تاني تيعطيها لك تعطيك هاد جوج هادو وتنقص لك هادي وانت تقلب يعني هاد ليكزيرسيس شامل مجموع وغادي تلقاو الكوريكسيون ديالو في الدرايف تدخلوا الدوسي اس 3 أرشي إكزاب 2019 هذا واحد ليكزيرسيس تري امبورطون واللي تحت هو في هذا ليكزام 2018 2019 وتحت في ليكزام ديال 2020 الوغ هنا شنو تعطيك تعطيك دي زادريس فيزيك و تيقول لك واش غادي تلقاهم في لا ميموار كاش الوغ ميموار كاش ديالك هي هادي هنا نسمى ما كاينش دي لين ما مونسيوناش لين خصكم تزيدوهم راسكم هنايا واحد زيرو هي واحد واحد هادو هما لي لين هادي لي تيكيت وهادو لي بلوك الله هنا بلوك 0 بلوك 1 2 3 اول حاجه خصنا نديروها هي ديك لي زادريس اللي عطانا وما عطاونا ديسيمال الله خصنا نحولوهم لدي بينير وتسعود كتعطينا هاد البينير 6 لي بيت 6 لي بيت 6 لي بيت 6 لي بيت مزيان اللي علينا هو ان تنعرفوا بان الميموار كاش ديريكت غيكون طرح قال لكم في لينونسي انها كاش ديريكت الوغ حنا تنعرفوا بان الكاش ديريكت كتفرق لي زيتيكات البارتيه ديال لانديس والبارتيه ديال لوفسيت اللي خصني نمونسيوني هو ان هاد ليكزيرسيس عنده علاقه مع ليكزيرسيس اللي درناه قبل يعني هاد لي دو بيت تقول لي منين جبتها نقول لك جبتها من الحساب اللي درنا قبل راه هو كان ديال ليكزام 2018 2019 يعني دو بيت دو بيت دو بيت وهنايا 6 ديال لي بيت الوغ هنا نقسمو لي زادريس ديالنا هاد لوكا هادا غادي نشوفو دابا عندنا تسعود يعني هنا هادي لي تيكيت لا خصنا نشوفو لا لين واحد زيرو يعني لا لين واحد زيرو هي هادي هي هادي هنايا عاوتاني نكتبو نعاودو لي لين هنايا زيرو واحد زيرو زيرو وهنايا واحد واحد الوغ لا لين واحد زيرو هي هادي لي تيكيت 0 0 حنا عندنا لي تيكيت ديالنا 1 0 دونك ميس هادي دي قراو الجيستيفيكاسيون هنايا على لين 10 هي هادي سي تادير 2 اون لي تيكيت 10 اي نون با 0 0 دونك لا دوني دي سيت ادريس نيكزيست با اون شوفو 39 39 لا لين 0 1 هي دي لا لين 0 1 لي تيكيت لي خصنا نلقاو هي 10 ماشي 11 دونك هي ميس الوغ هنايا 10 غادي نشوفو 10 لي تيكيت لي خصنا نلقاو هي 10 دونك سي جوست 10 كنت انتريسا واش هاد البلاصه هادي لو نومبر ديال زعما ان كولون كنت انتريسا واش ديك لي تيكيت اكزيست ما ولا لا هنا 53 نمشيو ل 0 1 0 1 دونك لي تيكيت 11 هي 11 دونك جوج عندنا ديال لي هيت وعندنا جوج ديال لي ميس غادي نشوفو دابا ان اوتر تيب دو ميموار كاش لي كي سون كومبليتمون اسوسياتيف الوغ هاد لو تيب هذا يوتيليز سيرمون دي زيتيكيت ما بقاوش لاندكس يعني لو نيميرو دي لين ما بقاش الوغ هنايا تتحط ليتيكيت ديالك و لو بلوك دو ميموار و مين كتبغي تريشيرشي لا دوني ديالك في قلب داك لو بلوك كتيوتيليزي لوفسيت هاد ليكزيرسيس درنا بحال قبل غير دابا غادي نخدمو على لو تيب اكسي اسوسياتيف لي دوني تيبقاو هما لي غانت انتريسيو هاد الكيسيون كتبقى هي هاديك دوني لا ديكومبوزيسيون دو لادريس فيزيك اي ميموار كاش غادي نشوفو قلنا عندنا اون ميموار سنترال ميموار سنترال الطول ديالها هو 64 وورد ديجا حسبنا كيفاش تنقدروا نجيبو لا طاي ديال لادريس فيزيك لقينا بانه 6 بيت هاد لي دوني ديال ليكزيرسيس ما تبلوش
دبات لادريس فيزيك باش تاكسيدي بيها الميموار كاش لشي دوني في لا ميموار كاش كي خصها لا ميموار كاش كتقراها سو دو بارتي، يعني اون بارتي كتعتبرها هي الاوفسيت اللي كتسيليكسيوني لا كولون في الميموار كاش، والبارتي الاخرى هي لي تيكيت. الوغ خصنا نجبدو لا طاي ديال الاوفسيت ولا طاي ديال لي تيكيت. الوغ الاوفسيت قلنا بان الميموار كاش في كل لين كتحط ان بلوك، يعني عندها ان بلوك الاوفسيت كي سيليكسيوني لا كولون. ليكزرسيس ما بدلش لا طاي ديال البلوك حيت اعتبر بان لا طاي ديال البلوك هو مازال 4 وورد، 4 وورد دونك 4 ديال لي كاز ميموار غادي تحطو، يعني غادي يكون عندنا 4 ديال لي كولون. يعني باش نسيليكسيونيو 4 ديال لي كولون غادي نحتاجو 2 بيت، ديجا شرحنا هادي. دونك هاد لا طاي ديال الاوفسيت غيكون فيها 2 بيت. هاد ليتيكيت ما يمكنناش نجبدوها من شي بلاصه من غير اننا نديرو 6 بيت ناقص 2 بيت كتعطينا هاد لا طاي هادي، دونك كتولي هي 4 بيت. سي تري سامبل مع هاد لو تيب دو ميموار كومبليتوم اسوسياتيف. لو كاش كا اسوسياتيف هو لو تروازيام تيب و لو ديرني. الوغ بحالو بحال لو كاش ديريكت لي شفنا، غير هو في كل لين عندو بليزيوغ بلوك او ليو دان سول بلوك. الوغ باغ اكزومبل عندنا كاش دو اسوسياتيف، الوغ غادي يكونو دو بلوك. بحال في هاد لو كا هادا عندنا كاش دو اسوسياتيف. La décomposition d'adresse physique, بحال la mémoire de cache direct, يعني عندنا l'étiquette, عندنا l'index باش نسيليكسيوني la ligne, عندنا l'offset باش نسيليكسيوني la colonne. تي اللي كاين. Alors دابا غادي نعاودو نفس l'exercice اللي شفنا قبيلات وغادي نشوفو لي changements اللي كيوقعو. La même, je vais vous donner la question de la question. Donner la décomposition de l'adresse physique mémoire cache. Nous devons avec une mémoire cache à accès deux associatifs. Ou nous les données répondent. Alors, d'abord, la mémoire centrale a une information à la taille de l'adresse physique. Yes, la décomposition de l'adresse physique le type de mémoire cache associative qui connaît la tchkel, qui connaît la tag, dimchi tag, l'index ou offset. Alors, si on a le nombre de bits, c'est-à-dire que la partie est redimbé au l'offset. L'offset, le bloc a 4 words. Alors, l'offset fait 2 bits. نعرف شي ناس غادي يسولو غادي يقول لك لا، دابا راه لو كا ديال الميموار دو اسوسياتيف عندنا دو بلوك باغ ليني، سي كو فيدير عندنا 8 ديال لي كولون. مثلا عندنا هنا البلوك الاولاني، عندنا هنا البلوك الثاني. غادي يقول لك دابا مابقاوش عندنا 4 ديال لي كولون حيت هنايا 4، غيقول هنايا 4. غادي يقول لك دابا ولاو عندنا 8، دونك ما خصناش، خصنا 3 بيت باش نسيليكسيوني ديك 8. غادي نقول لكم لا، تنسيليكسيونيو الاوفسيت كي تستعمل في كل بلوك. يعني الا كان عندنا الاوفسيت هو 0 1، الوغ سوا غادي تسيليكسيوني هذا، سوا غادي تسيليكسيوني هاد لاكاز الثانيه ديال هاد البلوك هذا، على حسب ليتيكيت اللي هنايا. يعني الا كانت ليتيكيت اللي في هاد البلاصه هادي كتانتريسيك هي اللي كتقلب عليها، دونك غادي تسيليكسيوني هاد البارتي هادي في هاد لاكاز الثانيه في البلوك بات 0 1. وني الا كانت ليتيكيت ديال هاد البلاصه هادي هي اللي كتانتريسيك، الو غادي تسيليكسيوني هاد لا كاز في البلوك واحد. يعني الاوفسيت كي يكون ليه زعما عنده علاقه مع البلوك واحد، يعني لا طاي ديال البلوك واحد. الاندكس، الاندكس عنده علاقه مع لو نومبر دي لين ديال الميموار كاش، يعني هاد الميموار كاش شحال فيها. عندنا الميموار كاش طاي ديالها هي 16 ووردز، عندنا كل ليني فيها دو بلوك، الوغ نقسموها على جوج، وكل بلوك فيه 4 ووردز، الوغ هي 8. 16 نقسم على 8 هي 2، دونك عندنا الميموار كاش فيها دو لين. طبيعة الحال شي ماشي واقع، هادو هي اكزرسيس وصافي باش تفهمو البرانسيب. الوغ دو لين شحال نحتاجو من بيت باش نسيليكسيوني دو لين؟ ان سول بيت، سوا 0 سوا 1. دونك شحال تيبقى في ليتيكيت؟ كتبقى 3 بيت. كنا سالينا هادي هي الديكومبوزيسيون.
question de l'examen 2015-2016, qu'est-ce les questions ou les réponses au full vidéo parce que la réponse de la question 2 est du slide limit bête.